ما يبي له كلام يا الربع، سبسكرايب شير ولايك. يس نو ميبي. Hey bro, what they gave you, bro? Hey bro, what they gave you? Man, they gave me 15 years. 15 years? Damn, bro. 15 years? Damn, I thought that was only 5 years, man. Yeah, man, I don't know, man. They enhanced it, man. They enhanced it on me, man. Damn, bro. That was a third degree felony though, right? Yeah, man. But they pulled up my record, man. Damn, bro. Ah, I gotta be careful the next time. Damn. وهكذا يا الربع حلقتنا اليوم عن المسجون اللي يحاول يفصل جريمته على حسب عقوبة القانون. اشرحها يا البحري قليلا. اوكي. في فلوريدا الجرائم متعددة وأنواع العقوبات متعددة. في شيء يسمونه فلاني وفي شيء يسمونه مستمينة. بالعربية جناية جنحة. الجنحة 3 أنواع: first, second, third. والجناية أيضا فلاني 3 أنواع: first degree felony, second degree felony, third degree felony. first degree felony عقوبتها القصوى 30 سنة في السجن. القصوى مو معناته أن القاضي يعطيك 30 سنة، ولكن إذا يبي يعطيك 30 سنة عادي يعطيك 30 سنة، لأن العقوبة القصوى توصل إلى 30 سنة. first degree felony. second degree felony القصوى 15 سنة فقط، ممكن يعطيك 5-7 سنوات عادي، ولكن القصوى إذا وده يعطيك 15 يعطيك، القانون يسمح له. third degree felony الماكسيمم ماله 5 سنوات، يعني القصوى 5 سنوات، ممكن يعطيك سنة، ممكن يردك بيتكم، يعطيك تحت المراقبة فقط كيف القاضي، ولكن إذا قرر أن يعطيك 5 هذا حده، لأن عقوبتك جريمتك third degree felony عقوبتك 5 سنوات. وهناك شيء يسمونه يا ربع PBL. PBL معناتها punishable by life. هناك أنواع من الجرائم اللي ما فيها 30، ما فيها 15، ما فيها 5. سويت جريمة شنيعة لدرجة إن لازم نعطيك مؤبد، والمؤبد في ولاية فلوريدا معناتها مؤبد، ما تطلع من السجن إلا على نقالة، ما راح تطلع من السجن مشيا على القدمين، راح تطلع من السجن فقط على النقالة. لايف. أيضا يسمونها ألبو، جاية من كلمة الكوع. ألبو. لايف. ألبو. ألبو. So anyway المسجون داخل السجن، حتى قبل السجن، ولكن بينما داخل السجن يفكر أردي حق جريمته المقبلة، ما هي الجريمة القادمة وما نوعية الجريمة اللي هو إذا سواها وكيفية عقابه مستقبل. لذلك بعض المساجين يدرسون القانون أو يستفسرون عن القوانين، قوانين الإجرامية والعقوبات في فلوريدا، يدرسونها مو عشان الاستئناف، مو عشان أن يطلع نفسه زي الشعرة من العجين، يستفسر ويحاول يدرس القوانين على أساس الجريمة المقبلة تناسب العقوبة اللي هو راضي عليها. على سبيل المثال إذا بيسوي سطو مسلح على بنك، يقول أوكي إذا أنا سويت سطو مسلح على بنك وجبت معاي مسدس حقيقي بيصكوني 30 سنة. القانون يقول كذلك. القانون يقول إذا أنا جيت سويت سطو مسلح وما جبت مسدس حقيقي
فقط جبت مسدس لعبة القانون يعطيني 15 قصوى. أوكي، فأنا إذا بسوي سطو مسلح ما أجيب سلاح بحقه حقيقي عشان لا يسكوني 30 سنة إذا طاحوا علي، بجيب سلاح لعبة. أيضا القانون يقول إذا جبت معاك سلاح وخليته في جيبك ما طلعته ما أشهرته وطحنا عليك، سوي سطو مسلح، العقوبة القصوى 5 سنوات. يقول هل أنا أجي أسوي سطو مسلح وأدش عند البانكر البانك تيلر وأقول له ترى أنا أبي الأغراض منك، طلع الفلوس هذه الشنطة اترسها وترى في جيبي مسدس، هو راح يسمع كلامي لأن أنا مجرم ولابس الماسك وخايف فعلا في جيبي مسدس، وحتى لو الشرطة طاحوا علي يعطوني ماكسيمم 5 سنوات. ولكن أيضا يفكر يقول أوكي، يدرس يحاول يتكتكها. طيب، وأحيانا يسألون بعض في نفس العنبر، طيب إذا أنا دشيت وبسوي سطو مسلح وحطيت سلاح بجيبي، أو مثلت إن في سلاح بجيبي حطيت شيء ثاني شكله من برا يبين سلاح وقلت حق البانك تيلر مو بالكلام، لأن بالكلام يعطوني 5 سنوات، إذا أعطيته ورقة مكتوب عليها give me all the money أو drop it in the bag، شنو راح يصير عقوبتي إذا طحوا علي؟ يقول له في هالحالة هذه 1 سنة. أوكي، المرة الجاية A-Rap أنا لما أطلع أنا باقي لي 3 سنوات، المرة الجاية لما أطلع راح أسوي سطو مسلح على بنك ما أبي وايد، أطلع $60,000-$70,000 راضي. لما أسوي سطو مسلح ما راح أجيب معاي سلاح، ما راح أشهر، ما راح أحط سلاح حقيقي، ما راح أقول لهم أبي الفلوس، راح أجيب معاي الباك وراح أوقف عند البنك تيلر، ما راح أحط ماسك، راح I'm just gonna pass him a note. I'm just gonna pass him a note and he will know. Drop it in the bag. وراح أوري الشنطة مالتي وراح أخذ الفلوس، وإذا الله لا يقول طحوا علي وما أخذت الفلوس والشرطة ألقت القبض علي والقاضي جاي يحكم ما يقدر يسوي لي شيء، لأن أنا حدي صكوني 1 سنة. القانون يقول في الحالة هذه فقط 1 سنة، لأن ما أشهر سلاح، ما لبس ماسك، ما تفوه بالكلام، مجرد نوت. You're good, bro. ولكن يا ربع على سبيل المثال في البنوك البنك مل وتعب من هالناس هذا اللي يسوي سطو مسلح عليها، لذلك أحيانا البنك يسوي عنده شنطة، عند كل بنك تيلر في شنطة، الشنطة هذه يا ربع مغلقة، يدش الرجل أي give me the money، هذا يأخذ الفلوس ويحطها في شنطة، ولكن يسلم شنطة ثانية مشابهة. عادة الشنطة صار ناس الدفل باك بلاك سمول ون الباك، البنك تيلر يسلم شنطة ثانية، الشنطة الثانية هذه الربع ملغومة، ملغومة معناته داخلها مو قنبلة ولكن داخلها شيء أشبه بالمواد اللي موجودة في الاير باك سيارة، الاير باك لما ينفجر بوجهك شايف شلون دخن الدنيا، شايف شلون الغبار في وجهك، الشنطة هذه نفس الشيء، فيها قنبلة صوتية راح تخليك تنصمخ وفيها غبار ينفجر بوجهك، فالحرامي يأخذ الشنطة مستانس يوديها البيت وأول ما يفتحها تبط في وجهه. وبالطريقة هذه البنك طلع حرته بالحرامي. أحيانا من غير علم المسجون إن في شيء يسمونه enhancement لنوع التهمة، معناته أوكي صح إن العقوبة القصوى 5 سنوات فقط، ولكن بما أنك ارتكبت جرائم سابقة عندك صحيفة
عندك سجل حافل بالجرائم. احنا we will enhance the punishment، معناته احنا راح نقدم نطور نعلي العقوبة. صح 5 سنوات تقول، ولكن بما ان عندك صحيفة سوابق راح يصير 15 سنة، ندبلها لك 3 مرات. لا عجب يا الربع، المسجون داخل العنبر، خاصة هؤلاء اللي على وشك الخروج ورؤية النور من جديد، قاعد يدرس القانون والعقوبات، مو لأنه يبي يستأنف قضيته، بل لأنه يبي يرتكب الجريمة القادمة، ويبي يتأكد النوعية اللي يرتكبها ما تجيب السجن 20 سنة أخرى، أو 15 سنة أخرى، أو 30 سنة أخرى. يحاول على قدر المستطاع إنه يفصل نوع الجريمة اللي هو على وشك ارتكابها عند الخروج على نوع العقوبة اللي القانون يسمح بها.